شكرا زهرة الفضلي. قبل الحديث على أكتوبر الوردي، نحب أن نرحب بسيدة سهى شعيب مشاركة في هذه التظاهرة، وأكيد مرت بنفق المرض والحمد لله خرجت إلى نور الصحة والعافية. ربي يحفظك ويمتعك بصحة الأبدان. يعيش. وننتظر قدوم ووصول سيدة ريم ورغي بن غربال، أكيد زميلتنا مديرة مؤسسة المجلة النسائية ومن المشرفة على التظاهرة هذه اللي صارت البارح. لكن في خضم الأخبار حبيت نعرج قبل ما نمر على الأكتوبر غوز أو الأكتوبر الوردي، هذه الكميات الكبيرة اللي تم حجزها في ميناء لبنان في بيروت ومن الكابتاغون، واللي تبين أنها مصدرة ومتوجهة إلى تونس. شيء خطير وخطير جدا، 1,800,000 حبة متاع كابتاغون جاي لتونس في حاجة تدخل مرشيم لأول مرة. ساعة اعتقادي هي تستهدف تونس وشمال إفريقيا، خاطر لازمنا نعرفوا باللي سوريا هي المنتج الاولاني في 2020، نعطيك مثال، تقريبا 4 مليار دولار اللي دخلتهم الدوله السوريه من الكابتاغون. لازم نتفكروا زاده باللي المنتوجات الفلاحيه كلها اللي ماشيه من لبنان للخليج تسكرت على خاطر القواها موجوده في اشياء فوق من الخيال، معناها الدمار شامل. انا اللي نحب نقوله هذا يتسمى المخدر نتاع الارهابيين حتى اللي يقوموا بالعمليات الانتحاريه، والجرائم الكبرى تتم بالوحده ذي، خاطر تعطي للانسان قدره وقوه وتنحي له حاجه اسمها الخوف. التوقيت نتاع وجود هالكميه هذه جايانها تو لتونس في التايمينج هذا مش عفوي. انا في اعتقادي ثم الاعداد الى حاجات اخرى، ان شاء الله يكون تخميناتي صحيحه، ولكن توقيتها ماهوش عفو بالكميه هذه. هناك من يعتبر ان تونس بلد عبور فقط للكابتاغون. لا، ديما يقولوا لنا فيها الحكايه، لا هي تنجم تكون بلد استهلاك، خاطر زاد احنا المخدرات اليوم ولا الظاهره أنا الكلنا نحكيه عليها ونحكيه على أرقام مفزعة، لكن أن تدخل هذه للسوق هذه متاع دمار معناه شامل، مش لكن تنجم تكون زادة تونس هي عبور إلى دول أخرى في شمال أفريقيا، خاطر لبنان هي اللي تعدي، خاطر لو كان كانت جيت هذه عبور لأوروبا، أوروبا راهي عدوا لها من طريق واحد آخر، من لبنان تطلع لفوق على تطلع على تركيا ولا غير. معناها الحكاية هذه هي الخطورة متاع هنا. الحاجة الأخرى الأهم واللي الدولة لازمها تحرك فيها معناها صراحة، خاطر مش لعبة الحكاية ذي، احنا ما نرجعوش لحكاية الكوكايين هذيك والهيروين اللي جايتنا من الهندوراس وتو ما نعرفوش وين نرجعوا. السيد هذاك اللي جايته شكون؟ معناها عمار بزور مو تونسي لهنا، هذيك ما عندناش فيها حاجة. الأخطر زاد في صفقة الموز اللي تبعت الصحافة اللبنانية ثم مواد ماشية لتونس، المواد هذه شكون اللي باش يستقبلها؟ خاطر هي باش تخرج من مرفأ بيروت، لكن هنا ثم الريسيفور اللي باش مو هذا اللي كنا نحكيه البارح، حتى مدام مباركة عوانية كانت حاضرة معنا تقول لك إيه يكتشفوا الجرم لكن ما نعرفوش شكون. هذه لبنان كيف المره الاخرى كيف قعدت العمليه مبهمه ما يجاوبنا عليها حد. الاخطر انصاف في الحكايه هذه راهو وزير الداخليه اللبناني تحدث عنها، ولبنان راهي عندها المخدرات، لو كان ما كانتش كميه هامه ما يطلعش وزير الداخليه، راهو طلع المدير العام تاع مكافحه المخدرات. ما دام طلع وزير الداخليه وحكى بالكلام هذا راهي سي تريغراف. انا ما يدهوشني هو صمت الدوله التونسيه، نورمالمون رانا ننسقوا معاهم، احنا خاطر فيما يهمنا هنا شكون اللي جايته. خاطر سي تريغراف الحكايه راهي اخطر من ان رانا نشدوا في ضبطيات نتاع مخدرات، اما بالكميه هذه نتاع الحبوب هذه وهذه اللي نكون نفكروا زاد كلام راهو القذافي قالها وقت باش طاح ليبيا، حبوب الهلوسه هذه حبوب الهلوسه، وهذه اللي قال تستعمل فيها القاعده والناس تضحك وقتها، وقال داعش تستعمل فيها. ما ننساوش اللي شاد سطور في شرح بورقيبه ويلوح به وهو ولا على باله، وحتى في الجريمه الاخرى هذا الانسان تعطيه القوه وتعطيه مش شجاعه هي يخرج هو من حاجه نتاع الخوف، راهو يستعمل الجرائم الكبرى وخاصه الجرائم الارهابيه. انا التو مرة يعني ان الحكايه قاعدين نتعاملوا فيها كانها خبر نتاع ماتش نتاع كوره، الحكايه سيتري غراف باش نعرفوا الشطر الثاني نتاع الحكايه في تونس، لبنان تحقق نورمالمون يصير تنسيق بيننا وبينها، والوين ماشي هذه خاطر ثم عنوان باش تمشي. ومن المفروض مجلس وزراء الداخليه العرب يعني يعمل في هذا المضمار يعني التنسيق ولا حتى وزاره الداخليه الجريمه يعني شو تنسيقها مع وزاره الداخليه اللبنانيه، عندنا سفاره عندنا مسؤولين موجودين غادي أكيد. وين وصلنا وين وصل للتنسيق؟ راهو كي يخرج وزير داخليه لبنان، ولبنان زاد راهي دوله نتاع عبور نتاع مخدرات بشكل كبير ياسر، معناها هي السعوديه اخر مره سكرت كومبليتمون استيراد المنتوجات الفلاحيه هي ودول الخليج من لبنان، خاطر هذا تلقاه يخبيوا فيه بشكل رهيب جدا، راهو معناها بتطور كبير ياسر. التوقيت نتاع ان يجينا هذا في التوقيت هذا معناها راهو ماهوش عفوي في ظل الاوضاع اللي نعيشوها في تونس. ماذا يدبر بليل وبنهار وبتصدير وبتوريد وببضائع وكل؟ خالد عبيد. هو شيء مؤسف حقيقة، ولا قالوا سيد العميد يتطلب أن يكون هناك توضيح من لدن الدولة التونسية، لأنه المسألة هذه ما يزمش تمر مر الكرام. احنا تعودنا كما قال سيد العميد، تعودنا بأنه نكتشف أمرا ما أو تصير حالة تخريب ما
او حاله كبيره كما حاله تاعك المسدس او الاسلحه اللي لقاوها وقالوا الحاوية الحاوي وبعد اللي طلع تاع لعب اطفال وغير ذلك تاع الهيروين اخر مره والهيروين تاع حكايه الشحنه الكبيره تاع في البنان في الموز اي هو التصدير اللي قاعد يصير للسعوديه في الغله في البرمان وفي البرقدان حكايه مش نكته راهو بعد ما قلنا الحكايه هذيك البنان ولا ب 8000 في تونس و 7000 الفتره هذيك لا رجع مش نكته راهو نتبع انا في الشان وقت اللي بعد الصفقه هذيك كان ب 4000 ب 4500 تو ب 7500 ولا 8000 مانيش عارف شنو المعادله اللي صارت وقتها كان يغطي في اموره سيد قبل شويه هكا وشويه هكا طلعت ما فهمتش نحب نفهم اعتبروني ما لا مش انا نتمنى انه والله نتمنى انه يصير توضيح اكثر فاكثر وان شاء الله احنا باش نحاولوا نتصلوا بوزاره الداخليه للتوضيح ولا يعني ماذا يعني خاطر سامحني سي خالد بالله في عندنا سفير غادي يدور التليفون لوزاره الداخليه نتاع لبنان يقول لهم الحكايه كيفاش ما هو سفير هو موجود هو السفير كان ما تكلمناش في الحكايه هذه فاش باش يتكلم لنا سفيرنا في لبنان هو سي بوراوي الامام والسفير اللبناني في تونس سي نحترموه اما هو يدور التليفون يقول توني فرنجيه سي بوراوي الامام هو ولد الخارجيه واعتقد انه اكيد قام بما يلزم القيام به في هذا الموضوع وانت تعرف سيد العميد انك انت كنت داخل الدوله والاداره بس هذه الاشياء هذه معناها تتم غير ما احنا نسمعوا بها نحبوها هي تتم غير ما نسمعوا بها لكن على الاقل نشوفوا النتيجه من بعد وانه النتيجه يكون الكشف عن الشبكه التي كانت تنتظر الصفقه هذه نتاع الحبوب هذه اللي كانت باش تجي لتونس كما الصفقه الاخرى نتاع الهيروين اللي كانت باش تجي لتونس ماذا بينا نعرفوا شكون الطرف كما قلت انت الذي استقبلها خاطر بالتاكيد هذه الاطراف ليست لوحدها وتعمل ضمن شبكه كبرى ربما هناك مخطط كما قلت انت ربما يكون هناك رغبه من اجل تدمير هذا المجتمع التونسي او مجتمع شمال افريقيا المساله هي تتطلب الكثير من التوضيح والمشكلة أنا ما عندناش كون يوضح وقفنا عند الكابتاغون حبيت نرجع على الخبر الأول اللي هو أنه لقاء مع معناها رئيس منظمة الأعراب سي سمير مجول والاتحاد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل سي نور الدين طبوبي ولقائهم من أجل عزمهم على دعم الحوار الاجتماعي بهدف المحافظة على ديمومة المؤسسات مواطن الشغل يعني هناك تحدي من أجل حوار اجتماعي جديد ويقين أنه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت هشة وهشة جدا جميل أنه نلتقي بالحق من أجل المضي إلى الأمام في ظل هذه الأوضاع إلا باهي هو الاجتماعات ديما باهي اما تو في اعتقادي الاجتماعات اخذت وقت الاجتماعات تبرك لا اخذت وقت انا نحب قرارات معناها إيه وحديث عن انعاش الاقتصاد انعاش الاقتصاد إيه على انعاش الاقتصاد إيه انعاش الاقتصاد إيه كلمه كيما تقولها كيما المس بصفو الامن العام عندنا كلام كيظلام في تونس تسمع فيه ديما انعاش الاقتصاد وتحويره وتحريكه ونهوض بوضع المواطن تعطينا الفري الفري شنو هو الواقع معناها تو ما نتقابلنا وكذا كلنا رانا دياغنوستيك الشعب 12 مليون كاين يحلل في الكوره معناها كلنا عارفين تونس بركت المؤشرات الكل طايح اعطينا حلول عاجله واجله وعلى المدى القريب وعلى المدى المتوسط وقولوا لنا كيفاش باش نوقظوها المؤسسات هذه المؤسسات هي تلفتوا لها بعد كوفيد 400000 مؤسسه ولا قداش سكروا معناها بالتالي هاللقاءات انا اباركها لكن كي تبدا لقاءات للقاءات واحنا في نفس المستنقع معناها نقول اكوا سير معناها لكن سي خليفه الاطراف هذه اجتمعت يلزمها طرف ثالث هو اهم وهو الدولة لأنه الطرفين هذوما ما ينجموش يعملوا حاجة من غير ما يكون الطرف الثالث موجود من أجل تجاوز الأزمة اللي احنا نعيشوها نجموا هما مش قادرين باش ياخذوا هما القرارات اللي إلا هما يتفقوا وينسقوا مع الدولة من أجل اتخاذ قرارات يلتزم بها الجميع من أجل تطبيقها أما هما يعطيوا مقترحات والدولة عليها أن تنفذ بالتنسيق معهم لأن الأزمة أزمة مشتركة للجميع ولا يمكن استثناء أي طرف لكن هل أن الدولة ترغب في ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يطرح رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل البارحة السيد عثمان الجراندي وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج واللقاء تناول جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة نعرف القمة العربية على مرمى وردة نقولانا مش ما نقولش مرمى حجر يوم 31 نوفمبر يعني بالجزائر يقول أنه الرئيس يشدد أنه تونس تتمسك بثوابت سياستها الخارجية لا سيما منها النأي بالنفس عن الدخول في أي تحالف ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا اي تعليقنا تفضل
اولا الساعه دبلوماسيا عندنا قمه هامه جدا نهار 19 نوفمبر هي القمه الفرنكوفوني، وانا مغربيه نعرف تو وين وصلنا في الاعداد ليها وقتاش باش نعديو لها، خاطر عندنا ناس تحب تهزها لتو مازالت طامعه فيها معناها اسكو احنا وصلنا باش نعقدوها نهار 19، واسكو تزامنها نهار 19 بانطلاق كاس العالم زاده، وعندنا وفود باش تجي تقريبا 50 رئيس حكومه ورئيس دوله، وين وصلنا للاعدادات اللي موجوده للقمه هذه؟ تو احنا ماذا بينا زاده نعرفوا الليل من النهار، ثم القمه ولا ما ثماش، وباش تتم ولا مش تتم، حاجه الاولانيه، القمه العربيه زاد يوم، خاطر القمه العربيه ثم من ما هو مع عوده سوريا ومن هو مع ضد سوريا، اليوم زاده تداعيات الحرب الاوكرانيه الروسيه، يوم ثم اصطفافات جديده وثم محاور جديده قاعده تصير بين روسيا والصين من ناحيه اخرى، هذه كل زاده يلزمنا نكونوا موجودين فيها. اليوم عندنا حدث انتخابي صار في ايطاليا اللي هو صعود اليمين المتطرف، وعندك الدوسي نتاع الهجره والتصريحات نتاع رئيس الحكومه المنتظره هذه كيفاش باش تتعامل مع قضيه الهجره وكيفاش باش ترجعها وهما في عرض البحر، زاده عندنا برشا ما نحكيه في الحكايه هذه، وعندنا برشا دبلوماسيه باش تتحرك فيها في اطار الثوابت التونسيه اللي هي المحافظه على السياده الوطنيه وعدم التدخل في شؤون الغير والمحافظه على السياده الوطنيه، لكن زاد يلزمنا نتحركوا شويه خاطر سيرتو المحطه نتاع الفرنكوفونيه راهي محطه فاصله وتحدي بالنسبه لنا احنا. انا عندي معلومات انه الجمعه اللي فاتت اللجنه المنظمه للوحده هذه في جربه مشات وتنقلت وخدمت خدمه كبيره، لكن زاد تو بنحسش على المستوى الحركي وعلى مستوى الاتصالات نتاع وزاره الخارجيه، خاطر هذه منظمه تعد العشرات من الدول، الاستدعاءات كيفاش تمت، ثم ما ثماش، شنو المستوى نتاع التمثيل اللي باش يصير، زاد ماذا بينا نوضحوا فيها معناها موقفنا. مجموعة من الأسئلة يسوقها العميد خليفة شيباني، ماذا عنك خالد عبيد؟ هو القمة العربية هي ما ننساوش إلا تونس هي إلى حد انعقاد القمة العربية في الجزائر في آخر نوفمبر تعتبر هي رئيسة القمة العربية، يعني هي رئيسة المحفل العربي أو إنشائنا، وعليه اعتقادي أنه تسليم المشعل إلى الجزائر هو يكون على أساس محاولة البحث عن كيفية هل أن قادرين أحنا كمجموعة عربية وننتمي إلى هذه المجموعة وإلى هذا الوطن العربي، هل أننا قادرين فعلا أمام الخارطة العالمية التي الآن هي بصدد التشكل، ونحن نعيش الآن حرب باردة من نوع جديد وتحالفات جديدة مخالفة لتحالفات والحرب الباردة اللي كانت موجودة من قبل، خاصة من خلال أنه نراه انخراط بعض مجموعات أو بعض الدول الخليجية في هذا التحالف المرتقب الجديد في هذه الحرب الباردة الإقليمية، أسميته الحرب الباردة الإقليمية، هل أن العرب قادرين باش يخرجوا من صمتهم التاريخي اللي هم يعيشوه، وقادرين على أن ينتقلوا من اللفظ ومن البيانات إلى الفعل الحقيقي؟ هذا هو التحدي الأكبر. ما عدا ذلك أنه باش يخرج بيان أو لا يخرج، والتحديات التي ذكرها السي خليفة هي حقيقة وحقيقية، لكن هل أننا نحن قادرين على تحديها؟ هذا هو السؤال. هل سنرتب بيتنا الداخلي العربي قبل أن نوحد صفوفنا وجهودنا قبل أن هو ساعات قبل ترتيب البيت العربي هل سنرتب البيت التونسي؟ فعلا، خاطر قبل راهو ما تجي تطلب من غيرك انت رتب بيتك وبعد احكي على الجيران وعلى الحومه. كل احنا كل كي تبدا البيت مش مرتبه ما عادش نحكيو على الاقليم ولا على الدولة. كل بلد عربي بالحق عليه ترتيب بيته الداخلي قبل هذايا الكل. اكيد تحدثنا على اكتوبر الوردي وتلتحق بنا الان سيده ريم مرغي بن غربال، اكيد حضرتك مديره مؤسسه لمجله نسائيه اللي هي اشرفت على تنظيم هذه التظاهره. مرحبا بك لريم، احنا رحبنا بالسيده سهى ومرحبا بك انت. عايشك، نعتذر على التاخير شويه خارج على نطاقي. مرحبا بك. اولا انصاف، احنا كاننا نجدد الموعد على خاطر ديما انت تثبت التزامك بقضايا المراه، وكل ما فمغربيين نعملوا حاجه الا وتكون في الموعد، دونك خليني نشكرك على ديما حضورك ومواكبتك للي مهم جدا ان نكونوا في الموعد، ومهم جدا انه نعيشوا التجربه هذه، كانت تجربه جميله برشا، شفت الصور كانت صور مؤثره وحلوه برشا. نحيي سفيان بن قمره زاد على فيلي اللي عملوا عرض الأزياء التقليدي واللي أدخل البهجة، ونسى الكل رغم المرض رغم ممكن العلاج وجلسات العلاج الكيمياء وكل، كانوا لابسين اللباس التقليدي وكانت كلها بهجة وفرحة. احكينا كيفاش جاتكم الفكرة بتاع تنظيم مثل هذا الحفل؟ باش نبداو الحكاية من أولها، احنا رانا تعتبر هذه هي الدورة التاسعة لي
لتظاهرة مناهضة سرطان الثدي لا كومباني دو لوكتوبر روز اللي تقوم به مجلة فام مغربين منذ نشأتها من 2013. كل عام جدد الموعد ومعناها الرسالة من خلال هذا أو الهدف هو توعوي تحسيسي. نحب نجدوا الموعد كل عام باش المرأة مرة في العام تتفقد روحها، على خاطر اليوم نقولوا راهو سرطان الثدي نبراو منه، ولكن في حاله ما تفيق به بكري. دونك التقصي المبكر، احنا نقولوا لو ديبيستاج بريكوس سوف دي في، التقصي المبكر هو اللي يضمن معناها انه المراه تبرى. هذه حاجه انا تفيق به بكري انها تبرى، هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي ولينا نشتغلوا عليها واللي لمسناها من خلال التجربه نتاعنا اللي هي النظرة ربما الدنيا اللي تتخزر لها المرأة وقت اللي تكون مريضة أو وقت اللي يكون شكلها مختلف على الشكل العادي المتعودين به. فهنالك نظرة مش بالضرورة راهي نظرة خايبة أو نظرة قاسية، ولكن كأن من نحيروا كيفاش نتعاملوا معاها. واحيانا وهذه كلمه تردت برشا على لسان المحاربات، ثم احيانا نظره شفقه اللي راهي تعذب وتعب اكثر منها تعاون. دونك نحن قاعدين نشتغلوا باش نتعاملوا بكل توليرانس، معناها هو راهو كانه شابيتر من الحياه، هي ايبروف فصل دون لا في، هو فصل الحياة. هو امتحان كما اي امتحان اخر، قاسي صحيح ماهوش ساهل، يخوف يفجع يتعب. لكن وقت اللي احنا نكونوا مأطرين هالمراه ومأطرين المحيطين بها من عائلتها وابنائها واللي يشتغلوا معاها، فهي راهي تنجم تتخطاه، والاهم من هذا تعود الى نسق حياتها العادي. ريم نستسمحك لانه انت تحدثت على المحاربات وتحكي على لسانهن، اتمنى مدام حاضره معنا سهير شعيب مريت بمحنة التجربة هذه وتجاوزتها والحمد لله منذ أكثر من 10 سنوات، ووليت أنت بيدك تقدم في يد المساعدة للأخريات. صحيح، أنا بون هو المرض هذا الكونسير معناتها هو مرض معناتها شو نقول لك معناتها مش ما يوجعش ما تفيقش به، معناتها ماهيش قريب ولا وجعه في الجنب ولا حاجه، مرض معناتها ما تفيقش به الا ما تعمل دونك الفحص. الفحص يعطيك الصحه باش تفيق اللي هي وقت عندك نودول وكل وقت تفيق، خاطر فمش وجاع، دونك هذاك علاش الغدره معناتها هو يغدر. أيه. فهمت؟ دونك واحد ماذا بيه ماذا بيه كل ديما كي اكتشفت انك مريضه في الوقت هذاك. أيه. اي احساس ومن بعد العلاج كيفاش تجاوزتها؟ خلينا خاطر نعرف انه الكثير من النساء تو قاعدين يشوفوا فينا قاعدين يمروا بالتجربه هذه، وما فما حتى امراه تقول انا لا ما معناها سنغيف كوزوتر لن يحدث معي هذا. اي انسان فينا لا قدر الله معرض لهذا. سي فغي صحيح، وقبل كنا نقولوا من 40 سنه واحد يبدا يعمل في لي كونترول يثبت. أيه. كل توا لا ما عادش، يمكن حتى من 25 سنه و 30 سنه نجم فما الريسك نتاع امراه ولا انجون في تمرض معناتها بالمرض هذا. دونك انا عندي 11 سنه التالي من 2011 مرضت من المرض هذا. دونك كي اول ما سمعت سي فغي هو هقت وتفجعت، علاش؟ خاطر خممت في امي بابا اكثر مني انا، فهمتني؟ قلت امي بابا هما باش يتفاجئوا علي، فهمتني؟ كيفاش نقول لهم المساج كيفاش نوصل لهم، فهمت؟ مي بعد بون الحمد لله سافا وصلنا لهم المساج كوم الفو، تعديت دونك هاك المراحل الكل. دونك اللي هي عملت العمليه، بعد عملت الشيميو، عملت غاديو ثيرابي دونك الكل، ومن بعد جاء الدكتور نتاعي اللي هو نشكره برشا برشا، ما عادش كنت نقول اسمه ولا خاطر الدكتور غازي جربي معناتها نحيوه، والحقيقه الدكتور برشا غازي جربي قاعد يقدم في مجهودات كبيره خاصه على الاخر خاطر عاوني مساندة الجمعيات هذيا. كما تقول هو كان طبيبي وبسيكولوج نتاعي وكل شيء، ومعناتها وحبيبي معناتها، فهمتني؟ تبارك الله يوقف معايا وقفه باهيه معناتها بكدا. دونك من الاول كي قال لي بون باش تاخذ اونتر سي موا من بين 6 شهور وعام كونجي خدمه باش تقف على الخدمه نتاعك، قلت له ماذا بيا شهر برك، شهر عطيني، قال لي شهور، قلت له شهر برك. دونك خذيت شهر برك معناتها جست البيريود تاعك العمليه والواحد كل، دخلت في الشيميو، بعد ندخل نعمل الشيميو هذيك ونمشي معناتها ثيرابي ومن بعد الكينيزي ومن بعد سي سا نمشي معناتها نمشي نخدم، معناتها شعري طاح نحط لك البوندانا ولا كاسكيت ونمشي للخدمه، وانا كنت في الكوميرسيال معناتها في التجاره وكل، نمشي قابل واجهه نتاع الشركه اللي انت تخدم فيها. اي سي سا دونك نقابل الكليونات ونمشي معاهم ونفتح خاطر فما العلاج بالاشعه الراديو ثيرابي، وبعد ذلك فما عمليه تدليك على اليد تصير زاده، فما البعض اللي يصير احتباس في الماء نتاع في اليد وكل، فما الحالات تصير هكا ولا الكل تعديت عليهم ونظف لي وكل يعطي صح وكل، فهمتني؟ دونك الحمد لله. دونك حتى حبيت نلعب بعديك نلعب سبور ونلعب تنس،
قلت له نجم نلعب تنس معناتها فما الكيني بتاعي. قالت لي انا ننصحك يدك اليمين ما عادش تمسها ما تهزش رزين. المفروض ديما تحطوا فيها انه هو البراسي هذايا حطيناه شنو الاليرت انا باش ما يزرقوناش في يدنا وما يحطوناش طونسيون كل دونك هذيك كيما الاليرت دونك لبسيناها احنا الجماعه فرقناهم داروا البارح في الديفيلي نتاعنا دونك قال لي لا تحط البراد كونتونسيون وتهبط تلعب تنس كالعاده كل دونك رجعت حطيت البراد كونتونسيون وشجعني هو هبط معايا لعب معايا تنس في التيرا. نحييو الدكتور غازي الشربي. اذا الناس اللي يتبعوا فينا ونساء اللي يتبع فينا توا راهي ماهيش نهايه العالم معناها فتره اكيد صعيبه امتحان فصل من فصول الحياه ان شاء الله تتجاوزوه وربي يحفظكم. احكي لنا عاد كيفاش جاتكم الفكره نتاع عرض الازياء وكل نحن من عام شو لبست انت سهى؟ لازم برشا سهى كانت البطله البارح نتاع العالي ذات عملت برشا حاجات باهين وحتى في وسط لي ريبيتيسيون خاطر احنا انصاف قعدنا شهر ونحن نتعلموا باش تعلمنا المشي وباش تعلمنا المشي هكا انا في الاخر المشي نتاعهم طبقتيه وفي الوقفه الاخرى واليوم بعد ولات فما شتيح شوي عملت اللي حبيت عليه حتى في لي ريبيتيسيون كانت هي اللي تعمل الجو. الحمد لله احنا من عام لعام نحاولوا ان نلقاو فكره جديده بوغ اتيغي تنسيون باش ما توليش حاجه معتاده وما ينتبهولهاش العباد. السنه حسينا ثم تنسيون ثم حيره والعباد ثم هكا تشتت فحبينا حاجه جلامور. والحقيقه هو هالمرض الخبيث هذا سرطان اول ما يمس انوثه المراه. دونك حبينا نطلعوهم قدام الناس نوريو خاطرهم مزيانات شفتوا ظهر لي كيفاش هما مزيانات ما شاء الله. دونك كان نحبوا ميساج نقولوا راهو المرض هذا ما يمسش انت شيء. سيد المخرج سي شفيق لو كان بعض الصور نعاود نشوفوها لو كان راهو هل المرض هذايا ما يمسش من انوثه المراه مش صحيح راهي تقعد انثى وجميله ومراه مراه راهو مش بالجسد ذاك هو المراه باحساسها هكا الانوثه هذيك في روحها في فكرها في اناقتها فكانوا والحقيقه من الاول خممنا في الديفيلي وهي تسمى سابقه في تونس البرا موجود منها ولكن في تونس ما صارتش قبل وخفنا من الرياكسيون تاع المحاربات فوقت اللي بدينا نكلموا فيهم نقترحوا عليهم في الفكره من الاول هما كانوا هكا مترددين تسمى لي اي ومن بعد وكان نحكي لكم على اللحمه اللي صارت بعد انا البارح لا ونشوفوا معناها فما اللي عاملين معناها عمليه واضح ومثلا قاعدين يعملوا في جلسات معناها العلاج الكيميائي وكل شيء لكن ما شاء الله عليكم نقول لكم مراكم محليكم ما نعرفوش بعضنا ما تعرفنا على بعضنا تعرفنا في الشارع على البوديوم النجمات الكبار الكل يتعرفوا على بعضهم على البوديوم تعرفنا على بعضنا وقت نحن نعملوا في لي ريبيتيسيون وتخلقت لحمه وصديقه والله انا نخمم كيفاش ما عادش باش نشوفه لا لا نتقابلوا ان شاء الله لا نعادوا في خاطركم تعملوا نادي هو الحاجه الباهيه في الحكايه كان ما نقولوش حكينا على الموضوع هذا ونعديه الواحد اي ما تقولش حفلة معناها حفلة نسائية في أباحل سهرة رمضانية مزيانة عملنا كل شيء باش بوغ فيغ اوبليي باش اللي يتفرج ينسى افكتيفمون ينسى اللي هما وهذا اللي صار هاو شاهد لا لا بالحق تشوفها وثم حاجة أخرى في كلامك محلاه معناها الكلام اللي قلتوه هو أنه راه محلاه وقت يطلع الأمل ديما في الألم يطلع الأمل معناها كالمعادلة هو راه ما يبسطهاش الواحد خاطر الإحساس وكذا والحاجة الأخرى هي نظرة الشفقة هذيك راهي لا وقت اللي تلقى لا سي تريز انتريسون راهو نفسيا نعيشوا في مجتمع لا لا ما تشفقش عليه انت وفر له الاطار النفسي من غير ما تبين انه يحس بروحه غير تشفق عليه مش نحكي كان في الوضعيه هذه انا صارت لي هذه انت وقت في وقت وانت في في خدم العلاج يعني في طنبك العلاج وقت نلبس معناتها شعري طاح وكله ونلبس في الفولار نتاعي ونمشي للخدمه قاعدين مره في غينيون قاعدين هكا غزر داشو غزر مع الديريكتور بتاعي قال لنا ان شاء الله نتمناو شفاء لسهى وكل يا اخي غزر هكا واحد كوليك بحذايا زميلي قال لي سهى لاباس قلت له عملت له هكا قلت له عملت له هكا قلت له مريضه قال لي صحيبه عامله لوك في روحك معناتها عامله قلت له ليه راني هكا وهكا قال لي وانت الحمد لله الحمد لله دونك هو في الحمد لله على هذه القوه اللي الانسان والعزيمه قلت له ليه قلت له لاباس راني هنا معاكم ونحضر وكل تحسوا فما العزيمه تنقص فيها احيانا زاد فما النساء اللي تحس روحها كانه مشرد على المرض شوف هنا تو في الموضوع نتاع المرض هذا كان انا مانيش طبيب ولكن ريت الحالات نتبع هكا
المقاومة النفسية، قوة الشخصية، الأمور النفسية هي جزء من العلاج. لازم لازم جزء من الناس اللي تعدات الكل، الناس اللي تعدات الكل كانت عندهم شخصية مقاومة للحكاية هذه. معناها بقدر ما يطيح واحد نفسيا، أنا ما رتبع في حال خاطريت برشا ناس خرجوا حتى رجال من المرض هذا. حتى مش سرطان الثدي، أنواع سرطانات الكل. وخرج معناها. الحضور النفسي هذاك وعدم الاستكانة للحكاية هذيك، وأنه يحس راهو أزمة ينجم يخرج منها. هي راهي حتى الأزمات العادية كان واحد يستكين لها يبرك. المرأة عندها قدرة غريبة جدا على المقاومة وعلى الصمود وعلى التحمل الألم أكثر بكثير من الرجل. هذه شهادة شاهدة شاهد نعرفها من جيدا. أهلهم لا أعرفها جيدا حتى أعرفها من خبرة في التفاصيل. أي نعرف وحييك يعني نحييك عايشك عايشك اخويا واكتفي بذلك. شنو أكثر من شنو معناها لا خاطر عنده حال انت عملت فينا اجان انت تو على خاطر انت لا اكيد من قمة الالم من قمة الالم هذا كل واحد فينا في عائلته عنده شكون تمس بالمرض اكيد من قمة الالم تاتي الحياه. الحمد لله انا ذاك هو الاوبجيكتيف تاعي معناتها شنو نراو الحياه نغزروا لها معناتها لازمنا نمنوا بها فهمتني ونطلبوها وبعد تجينا هي فهمتني تجينا الحياه هو التحمل مش حتى في الازمه هذه لا الام والاول الله يرحمها لانسى اللي تحملته حتى في الحياه العاديه هي لا تاثر منها. ريم لاباس اذا كيفاش كانت الاجواء ان شاء الله باش تحاولوا تواصلوا في هذا المضمار يظهر لي هذه الحفله الامثل اللي بشويه يستناوها الناس الكل هذيك ان شاء الله اللي كانوا اللي توا قاعدين يعالجوا يكونوا متعافيات ان شاء الله في الدوره القادمه ويكونوا حاضرين ان شاء الله. انا نحب نقول حاجه البارح كان برشا ايموسيون ودير كيما ليموسيون اللي توا في البلاتو في عينيك وفي عيني كل حد تمس من بطريقه او باخرى وكان ياسر خالف خاطر لطف على الجميع وان شاء الله ربي يشفيهم معناه فقد شقيقته اللي هي اسمها انصاف هو ديما يقول ربي يرحمها الله يرحمها وينعمها واحنا فرحنا بالايموسيون هذيك وحسينا خاطر هذيك يمكن هذيك اللي كانوا محتاجينه باش انا نتقاسموا الاحساس ونتقاسموا الشجن هذيك يخفف برشا. اما اليوم فرحت اكثر على خاطر لي ميساج اللي جاوني من عند العبيد والله يقولوا لي ميرسي رانا اليوم رانا بنظره جديده للحياه اليوم رانا بدنا نخمو رانا راهو مشاكلنا صغرت راهو اعطيتونا فرصه باش نتاملوا في حياتنا رانا اليوم عندنا ان اوتر روغار الحقيقه انا معناها من خلال فما مغربين في هذيا في اكتوبر روز والله علمني برشا وكل من دوره لدوره راهو عملنا الحقيقه هذه الدوره هذه نجمه الدورات باللي عملته في الامباكت نتاعها اما كل دوره تكبرني معناها في احاسيسي وعلاش على خاطر تصغار مشاكلك وتصغار الصعوبات وقت اللي تشوف المحاربات والمراه هو قال المراه بصفه عامه المراه التونسيه قدام الصحه والله المراه التونسيه ما قدام الصحه وقت اللي تلقاها شوف حاملة الوجيعة وكلمة مهمة برشا قالتها وذكرتني كيف في زميلتي ورئيس تحرير المجلة نسرين اللي تعديت هي بالأزمة هي قالت خمام في أمي وبابا أنا نسرين كلمة ما ننساهاش وكل مرة تبكيني تقول لي وين ندخل نعم في العملية نخمم في شعر بنتي شكون باش يمشطو دونك سيتي معناها سيتي تخرجوا هما دونك المرأة المريضة خطرها أم وعلى خطرها ابنها وزوجها كيما المرأة التونسية اون جينيرال تخمم في روحها من الاخر اما قبل تخمم في امها لا تتفجع في بوها في ولدها في بنتها ساعات هو مش حاسه على هي مش حاسه على روحها تخمم في الاخرين وتبدا حامله هم وجيعه العباد الاخرين معناها حتى في اقصى ليبروف هذيك علاش احنا السنة حابين نحطوها هي بربي راه نحب نحطوا المرأة التونسية الفوق البارح عملتوا جو انتم توا جيتوا بكيتوا لا هذا في البلاتو مش معقول هكا لكن هما امتحانات ونقولوا اذا كان يصير التقصي المبكر هو هذا المهم هذا في الاكتوبر غوز انه تتفقد روحك التقصي المبكر بحركات بسيطه راك تنجم تلقف روحك من الاول اولا وحد. وما تقولش لا ما يصيرش معايا راهو يصير مع اي حد عفى الله الجميع وبارك ربي يشفي الجميع. عندي كلمة مهمة برشا ونحب نأكد عليها في أي فرصة. أولا كما قلت أنت التقاسي المبكر ومرة في الشهر وحدها لي جيست نتاع لوتوبالباسيون موجودين باغتو السوفي باش تسأل شوية معناها في أي بلاصة حتى على الإنترنت موجود باغتو دونك معناها الحركات نقول كيفاش طريقة تقصي مرض الواحد هكا معناها في البيت وحدي حتى بالعربي بالفرنسي بأي لغة أنت تعملها تتفقد باش أي تغيير تحسه
تمشي ديريكت راه وقت ما يصير شيء وقتها ما تتعديش باللي بروف اللي نحكيوا فيه. ولكن ثم حاجه مهمه نحب ناكد عليها في كل فرصه، هو انه خاصه بالنسبه للمراه راهو نقولوا لي زيموسيون غفولي، معناها بالعربيه نقولوا الاحساس بالغبن، اكل لي زيموسيون اللي تحسهم المراه خاطر المراه القهر والوجيعه واللي تكتمها وتدخلها الداخل راهو لازمها ينطقوا امراه ينطقوا امراه. احنا المراه التونسيه عليها برشا شارج تحملها برشا مسؤوليات وبارزه ولامعه، ولكن اون كونتر بارتي هذاك يخليها تتعب ويخليها ما تخممش في البيانات نتاعها وفي راحتها وفي دلالها. انا نحب معناها من خلال البرنامج نفكرها مره في النهار مره تتفقد روحها تقعد مع روحها ما تستخسرش الوقت اللي ترتاح فيه تحكي مع روحها تدلل روحها سورتو. معناها راهي المراه اليوم تخدم في الدار وتخدم برا ومناضله وحامله لرساله كبيره، ما لازمهاش تخلي روحها آخر واحدة في الصف، بالعكس هي رأس المال، هي اللي بها الفايدة، هي اللي صحتها لو كانت تمس الدنيا الكل تيقف، العائلة تيقف، الخدمة تيقف. دونك احنا نخمو فيها، الناس الكل نخمو فيها، نبجلوها وهي الأولى، هي لازمها تبجل نفسها وما تستخسر حتى شيء في روحها، هذيك راهو ينجم يمنحها على المستوى الداخلي. ود روحك اللي ما يودك حتى على الأقل ود روحك شوية تخيل ابدا روحك ما تستنى حتى حد يودك. ثبتت يعني التجربة أحيانا تقرا دراسات يقول لك أنه كيصير علاش كما قالت هي الأحاسيس أحيانا بالغبن بال بانك عبد ظلمك بانك تخبيهم ديما كي تصير حادثه قويه بعد كذا شهر ينطق المرض. هذايا فما برشا دراسات تاكد الموضوع هذا سواء بالنسبه لسرطان الثدي او بالنسبه لسرطان الاخرى. خالد عبيد، المراه التونسيه كما قالت مدام ريم هي مراه مناضله وفعلا وقت انت حبيت تأكد على مسألة أن هي المرأة التونسية وليس المرأة بصفة عامة، فعلا لأن المرأة التونسية من خلال معرفتي على الأقل بحكم اختصاصي معرفتي دورها سابقا وحتى الآن هي مرأة مستعدة أنها تتجاوز كل الصعوبات وتتحداها ولديها قدرة عجيبة على تحدي كل هذه الصعوبات. وتونس بنساها ثم برجالها، مش برجالها ثم بنساها، أنا نمر بالقولة هذه. وحتى ليس صدفة أن اسم تونس هو اسم مؤنث، وحتى اسم تونس نقاو العديد من أمهاتنا ومن أخواتنا تتسمى باسم تونس، هذا دليل على أن هذه الأرض هي أرض حملتها نساؤها قبل أن تحملها رجالها من أجل أن تكون هناك كيان. والمعرفة مؤنث والرحمة مؤنث والمودة مؤنث والحب ردوك يلزم مؤنث. فاتوكم الجماعة اليوم. جزيل الشكر لحضوركم معنا. أكيد نحب نخلي كلمة الختام معك أنت سهى، شنو سر أنه نتجاوز هذا المرض؟ أنت قلت الإقبال على الحياة والعودة إلى العمل وعدم الاستكانة للمرض، أكيد عندك نصائح أخرى. النصائح هما دونك فما زاد اسلوب الحياه، دونك لازم تكون منظم في حياته وكل ليجين دو في ليجين دو في هذيك هي، دونك لازم يكون شويه منظم. بون نعرف احنا نخدموا معناتها نفطروا لبرا درشون تعدي نهار كامل برا تروح في اللي تبدا تزرب تاكل مخر، دونك هذا كل في واحد ينظم روحه كما قلت تلاقي شويه بروحه معناتها شويه خص وقت لروحه فهمت. زاد فما حكايه الرياضه زاد سبور معناتها ماذا بيه واحد اربع خمس مرات في الجمعه نص ساعه حتى نص ساعه برجور مشي رياضه ذيك حاجه مزاد حتى فما ناس الكادحات تقول لك انا نخدم بطبيعتي هاني نمشي عندي كل شيء مانيش نحكيو على ممكن انت مسؤوله كبيره في شركه وكل لكن فما نساء كادحات بطبيعتهم اي معناتها فباس انا تو معناتها مانيش عنديش اما كي تخرج تمشي يلزمك تخرج تمشي بغرض انك تفرهد روحك مش مروحه تزرب وانت باش تقضي تو انا ما عنديش رياضه رسميه معناتها نمشي سال سبور اما شو نخرج معناتها عندي حشاك الكلب تاعي نخرج مع نلعب شويه تنس عندي نلعب شويه كوره مع ليكيب تاع الفوت في الشركه معناتها نرمي روح في اي حاجه معناتها لاسونسور مش كل ديما ناخذ ونطلع في الدروج دونك فما حركات عاديه نعم فيهم كي كنت نشوف في ليزورمون عندي 10 سنين معناتها قالوا لي شويه باش تسمن خاطر تشوف في ليزورمون باش تسمن الكل دونك حاولت حطيتها في مخي وليت كل ديما نتحرك باش ما نخليش كل ليزورمون وخاصه كيف البارح اذا لقيتوا الزهو تراب لا تبدلوا لي باش تقلبوا نجحنا في ان نخلق الضحكه والجو من الالم وهذاك الحل باش تخرج من اي ازمه معناها وين التقوى ولازمنا
نلقاو على كشوي باسيس الامل كشويه ضوء باش نجموا نخرجوا منه ونتشبثوا بالحياه. يعطيكم الصحه. شكرا ليك ريم الورغي بن غربال، حضرتك مديره مؤسسه لمجله نسائيه اللي هي البارح نظمت هذا الحدث نتاع لوكتوبر غوز، وشكرا ليك سهى شعيب شاركت في هذه التظاهره بكل تميز وحملت لهم برشا بهجه وسرور. ان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله ديما بك الف خير وعافيه. ونساء اللي تابعوا فينا ان شاء الله وسطكم بعض من الامل ونتجاوزوا وان شاء الله فما كان الخير باذن الله تعالى. نمر الى الموضوع التالي في لقائنا هذا المساء في الوطنيه الان، اكيد باش نتحدثوا على انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن والتحاق يعني فريق تونسي بهذه الاجتماعات. ما الجديد باش نتحدثوا في هذا الموضوع؟ ويلتحق بنا بعد حين سي عبد القادر بودريقه رئيس حلقه الماليين التونسيين، وكذلك زميل وفاء بن محمد صحفية مختصة في الشأن الاقتصادي. خليكم مع تقرير زميلنا نزار الزغدود. بغاية استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوقي النقد والبنك الدوليين والتي انطلقت فعالياتها أمس الاثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كان قد تحول إلى هناك وفد تونسي يتكون من وزيرة المالية سهام البغدير نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي لإجراء سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي بالأساس والتباحث بصفة مباشرة تسريعا لاتفاق مالي منتظر بين الجانبين في الأيام القادمة، حيث يسعى الوفد التونسي إلى عرض برنامج الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي وإقناع الجهات المانحة بواقعيته وأهميته في إنعاش الاقتصاد الذي يشهد وضعية جد صعبة. وكانت الحكومة قد أكدت سابقا أن برنامج الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي يتضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحرير المبادرة وأخرى متعلقة بمنظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه وغيرها من الإجراءات التي تلقى صدى لدى صندوق النقد الدولي. وبحسب خبراء ومتابعين للشأن الاقتصادي فإن مفاوضات الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي بلغت مرحلة متقدمة. إلى ذلك يعاني الاقتصاد التونسي وضعية صعبة تعكسه هشاشة النمو فضلا عن اختلال التوازنات المالية وارتفاع نسبة المديونية، وضعية تراكمت مؤشراتها لسنوات وعمقتها جائحة كورونا قبل أن تزيد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من تعقيدها، وتجد تونس نفسها مصنفة سلبيا من قبل وكالات التصنيف العالمية. ففي تقرير نشرته مؤخرا أشارت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكي موديس إلى هذه الوضعية، معتبرة أن توصل تونس إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يعد أساسيا للتحكم في مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وكذلك المشاكل الاجتماعية. عنا مشاهدينا اذا نواصل حديثنا حول هذا الموضوع، عملنا والعام كامل واحنا نحكيو على موضوع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولذلك اليوم حبينا يكون حاضر معنا سي عبد القادر بودريقه. مرحبا بك حضرتك استاذ جامعي ورئيس حلقه الماليين التونسيين، زميلتنا وفاء بن محمد صحفيه مختصه في الشان الاقتصادي، مرحبا نورتنا، مرحبا في الموسم الجديد من الوطنيه الآن. نبدأ بالحديث معك سي بودريقه، معناها وفد تونسي مكون من سيدة وزيرة المالية وسيد محافظ البنك المركزي وسيد وزير الاقتصاد، مشاو لواشنطن لحضور يعني اجتماعات الخريف. هناك تقدم، هناك في تجهيز الملف، هل هذا كافي أم لا؟ وخليني نذكر انه هذايا يجي تتويج لمسار طويل. اي علاش قلت عملوا العام كما احنا نحكيو في الموضوع هذا. هو كان نستناو في اجتماعات الربيع ومن ربيع تعدينا للخريف. الوضعيات هو كان مفروض انه افريل 2020 انه نعاود ندخل في نقاشات مع صندوق النقد الدولي مفاوضات حول برنامج جديد. وقت كان تتذكروا صار الكوفيد وبسرعه صندوق النقد الدولي كان
مكن البلدان من اتفاقات سريعة، خذينا يمكن 500 مليون دولار ما يقارب في ماي 2020، بعد في جويليا أوت 2021 كيف كيف صندوق النقد الدولي كان الدخل عن طريق حقوق السحب الخاصة ومكننا من تمويل في حدود 800 مليون دولار أقل شوية. هذا اللي خلى ممكن فما معناتها تمويل نوعا ما متاع الميزانية العمومية، واللي خلى يأخر بعض ما الوصول إلى اتفاق مع الصندوق الدولي. وأيضا أن صندوق النقد الدولي منذ مدة تعرف هذايا نحن هذا رقم 12 الاتفاق قاعدين نتفاوضوا فيه، فما حدش اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي. منذ سنة ونص تقريبا صندوق النقد الدولي قال راو بالنسبة للاتفاق الجديد لازم يكون فما توافق واسع على المستوى الوطني وخاصة على مستوى الشركاء الاجتماعيين، يعني الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، من أجل الوصول إلى اتفاق حول إصلاحات تكون عنا القدرة والمقدرة على تنفيذ متاحة. لأنه منذ سنة 2013 والاتفاق الأولاني اللي بعد 2011 دخلنا فيه مع صندوق النقد الدولي ما كناش وفينا بالالتزامات متاعنا تجاه صندوق النقد الدولي، ولو أنه فيها ما يناقش مع الاتفاقات هذية والإصلاحات هذية. صندوق النقد الدولي يقول راهو أنا ما نفرضش على البلدان، فقط البلدان هي اللي تقترحه أنا موافق، خلينا من هذا الكل. صار اتفاقات جملة اتفاقات مع الحكومة السابقة وما بقاش الوفاء بالتعهدات نتاعنا في فترة كبيرة. تعرف صندوق النقد الدولي مرتبط أيضا بالبلدان الأخرى اللي هي في نفس الوضع نتاعنا، حتى احنا طالبونا بإصلاحات معينة حتى نذكروا توا المشاهدين ولم ننفذها وعملنا ملف وهمي حتى وعملنا تسويفات ووعود واهمة مش ما نقولوش كاذبة للأسف. هو القطرة التي فاض الكاس كانت في 2018 كنت مذكر أنه فيما يخص كرة الأجور فما تقريب 700 مليون دينار اللي ما كانتش موجودة في قانون المالية، ومن بعد ظهرت أنه هي يعني وقع اعتبار على أنه مغالطة من الجانب التونسي للجانب لأن صندوق النقد الدولي يقول أنه إحنا عنا أعلى كتلة أجور معناها في المنطقة بالأرقام يعني وصار تضخم كبير في كتلة الأجور وطالب بتقليص كتلة الأجور يعني بتسريح العمال ولا الموظفين، لكن في المقابل إحنا زدنا الانتدابات. هو صندوق النقد الدولي للأسف في منذ الجيل الجديد متاع البرامج متاع صندوق النقد الدولي، لأن صندوق النقد الدولي عنده سنوات هو يدخل وعمل مراجعة إلى البرامج متاعه. من أهم المراجعات اللي عملها يقول على أقل نظريا يقول أنا راني ما نفرضش إصلاحات على البلدان، إصلاحات هي اللي تعطيني البلدان هي اللي تعطيني الإصلاحات. ولو أنه هذا فيما يقال لأنه كي نغزر للبرامج متاع البلدان الأخرى نلقاها تشبه لتونس، يعني كتلة الأجور، صناديق الدعم، الميزانية، المؤسسات العمومية، تنجم تقول أنت راهو الإشكاليات كل شبه البعض. هذا كله صار على مدى سنوات وما أوفيناش بالتعهدات نتاعنا، صارت ظروف صعيبة مع الكوفيد، مع الأزمة الأوكرانية اللي خليت اليوم فرض عليك ويقول لك يلزمك تجيني بتوافق واسع باش يكون عندي ضمانات اللي انت باش تنفذ الاصلاحات هذه، وهذا وضع طبيعي راهو قاعد يكون بدور. مشينا شوط به احنا في هذا التوافق بن محمد خاصه مع توقيع الاتفاق الاخير ما بين الحكومه والاتحاد العام التونسي للشغل، يعني بدينا نتقدموا في الوفاء بتعهداتنا يعني وإثبات أن الملف ما هوش خاوي ونمشي وفد هكاك للتنقل فقط لواشنطن نحضر وروحه يد فارغة والأخرى لا شيء فيه. صحيح، هذا هو يمكن الحاجة اللي دفعت هذه السنة وهذا هذه الفترة يعني هي الاتفاق الأخير بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار كأنها رسالة طمأنة للفامي لصندوق النقد الدولي على اعتبار أنه هربوا معناتها نجم نقولوا اللي هم هربوا على 5% أو أكثر في النسبة وكأنها مريحة للصندوق 3.5% في الزيادة في الأجور كأنها بدت معناتها مواكبة من ناحية غلاء الأسعار وضعف المقدرة الشرائية وفي نفس الوقت تحافظوا على عدم الانسياق وراء ترفيع كبير اللي من شأنه أنه يؤثر على كتلة الأجور وعلى الموازنة العامة. وهو عكس حتى تفاهم ما بين الفرقاء يعني اللي فما اتفاق وفما حوار يعني بالفعل هي منظمة شغيلة خطوة إيجابية كانت هذا هو اللي باش معناها مشاو الفريق الحكومي محملين في الحقيقة
الحقيقة لأول مرة محملين بي يعني بي بي بإصلاحات زادة تم تفعيلها، وهذا طبعا على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة نسيبي حينما قال من 49 يعني إصلاح مبرمجة تم تحديدها، الإصلاحات الحكومية الكبرى تم تفعيل 27 منهم، معناتها تقريبا النصف. أكثر من النصف أكثر يعني النصف. مهم برشا في أنك تمشي محمل الفريق عندما يذهب، يعني للأسف كل مرة يمشي معناتها بأوهام كما ذكرتي إنصاف. المرة هذه مش محمل بحاجات، معناتها مش وعود، هي برامج حقيقية على أمل أنه يقع عرضها أمام الجهات المانحة، وخاصة طبعا نقصد لهنا صندوق النقد الدولي، يتم عرض هذه الإصلاحات، والأكيد الأكيد أنه باش تحظى بأهمية، إن شاء الله تحظى بأهمية، هذا ما نتمناه، وهذا هو هذه هي هذه خطوة مهمة. في المقابل سي بودريكا، هناك معنا من الملاحظين يرى أنه فما نقاط قد احنا هما مازال ما صارش انطلق نهار الاثنين، لكن هناك من يرى انه نحن قادمين على انتخابات تشريعيه سابقه لاوانها، وجرت العاده انه صندوق نقد الدولي ولا البنك الدولي يعني في هذه الاجتماعات ديما يحبوا يبعدوا على هذه الاستحقاقات السياسيه، خاطر مجرد الموافقه على معناها القرض او الاتفاق وتفعيله يكون في يعني في يرجح كفه على كفه اخرى، ورفضه كذلك ممكن يرجح كفه معارضة مثلا، هل هذا صحيح أم لا؟ لا، هو الصندوق النقد الدولي المهم عنده أنه تعطيه ضمانات أنه البلاد قادرة على تنفيذ التعهدات نتاعو، وصندوق النقد الدولي أهم شيء هو عنده هي التوازنات المالية الكبرى للحكومة والميزانية والتدين العمومي، لأنه الهدف الاساسي والدور الاساسي نتاعو صندوق النقد الدولي خلافا للبنك الدولي والمؤسسات الاخرى. اكيد هذا كله موجود، لكن النقطه السياسيه هي نقطه حكيت لك عليها نقطه. هو المهم بالنسبه لي انه فما ضمانات اليوم، هالسؤال هل انه فما ضمانات انه تونس قادره على الايفاء بالتعهدات نتاعها؟ فما ضمانه كبيره اللي تعطات على خاطر الاتحاد كي مشى في 3.5%، ممكن نفسروا للناس علاش 3.5%، خاطر 3.5% بالنظر الى نسبه التضخم باش تعطيك كتلة متاع أجور بالنسبة للسنة القادمة في انخفاض، وهذا اللي كان يطالب به، أنه النسبة متاع كتلة الأجور مقارنة بالميزانية ومقارنة بالدخل القومي الخام لتونس هي اللي تنخفض، يعني النسبة المئوية باش نكونوا كنا في 17% ممكن نوليو في 16%، هذاك علاش المقترح والاتفاق مع الاتحاد العام التونسي كان نقطة مفصلية، مش هذا فقط، أيضا النقطة متاع صندوق الدعم، أيضا النقطة نتاع الفئات الهشة اللي طلب صندوق النقد الدولي أنه يكون فما برنامج للإحاطة بهم، وكان فما بعض الأشياء. الضمانة الكبرى أنا بالنسبة لي بزيادة على الضمانة اللي أعطاها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة أيضا ما نساوش، هي أنه اليوم في تونس سياسيين اليوم في نظام رئاسي، النظام الرئاسي هذا يخليك يعطي اليوم ضمانة، وأنا كنت منذ قلت راه أنه رئيس الجمهورية هو نجم يعطي الضمانة هذه اللي حتى كان يصير انتخابات، خاطر شنو الإشكال أنت في انتخابات كان جينا في نظام برلماني مثلا يولي صندوق النقد الدولي يقول لك أنا عندي انتخابات ما نعرفش شكون الحكومة اللي باش تخرج، ما نعرفش شنو التوجهات نتاعها، يخليني ما نعملش اتفاق وأنا في قبل الانتخابات. اليوم الوضعية الفعلية في تونس والعملية أنه من الواضح نظام رئاسي، نظام رئاسي هذا عنده توجهات نتاعه، نظام رئاسي نتمنى يكون قوي في الجانب الاقتصادي كما قوي في الجانب السياسي، نتمنى أن يكون الجانب الاقتصادي يحظى بالاهتمام لأنه هذا هو المهم في الفترة الجاية، هو محرك، هو يعطي الضمانة لأنك تعطي التوجه، لأن المؤسسات والاقتصاد بصفة عامة اللي يهمه هو وضوح الرؤية والضمانات اللي تعطيها باش الناس تزيد تستثمر، باش غدوة يجي بنك يمولك بالأمان. هذا هو المشكلة، لأنه مهم جدا الاستثمار، لأنه أكيد حتى الملف اللي ماشيين به الوفد التونسي يظهر لي فيه إلى جانب ممكن الأمور التقنية في استكمال الملف، كذلك لازم نحكيه على جانب الاستثمار مهم جدا.
هو فما تغيير كما قلت لك في موقف صندوق النقد الدولي منذ مده اللي هو ولا يقول راهو لازمكم تجينوا ببرنامج ومشروع اقتصادي لتونس، لانه الناس الكل نعرفوا انه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مش هذا هو الحل بالنسبه لتونس. مش معناتها اي خاطر هو لتونس. خلينا نوضحوا للساده المشاهدين خاطر الاتفاق هذا راهم حتى كان يتم تنفيذه وتوقيعه وتحويل الاموال وكل لتونس معناها هي نسبه بسيطه بالنسبه للاتفاق هذا معناها قداش توصل ما توصلش ل 20% يعني من استحقاقات ممكن حتى اقل خاطر 10-15% نقاشات الاسبوع القادم باش تدور حول ايضا قداش باش يكون حجم هالتمويل هذا من صندوق النقد الدولي، لانه في اقصى الحالات 3 مليون دولار في اقل الحالات 1.5 مليون دولار هذا ما يكفيش، اما هذا باش يحل لك الباب انك تخرج على التمويل الثنائي مع والتمويل نتاع المنظمات الدوليه، لانه تعرف فما مبدا كبير بالنسبه لصندوق النقد الدولي في العالم على خاطر هو ساهر على النظام المالي العالمي انه ما فما حتى بلاد تنجم تمولك اذا كانك في برنامج مع صندوق النقد الدولي، ممنوع تقريبا حتى ماهوش ممنوع بالقانون اما ممنوع في اطار النظام العالمي والانضباط اللي فيه. اليوم المشكل ماهوش فقط في البرنامج مع صندوق النقد الدولي، واكد عليه حتى جير عزور كي جاء في جويليا جير يقول لك راهو لازم انتم في تونس تبداو بالاصلاحات نتاعكم. كيفاش تونس عام 2027 و28 نرجع الى نسب نمو نتاع 5 و6%؟ خاطر الحل في تونس مهما كان المنوال الاقتصادي ومهما كان القرارات اللي باش تاخذها انا كيفاش نرجع ل 5 و6%؟ لانه هال 1% و 2% و 3% ماهيش باش تمكن تونس باش تعاود تسترجع المكانه نتاعها، ماهيش باش تمكننا باش نوفروا التشغيل اللازم. الايجابي في الفتره هذه انه وذايا قامت بها الحكومه في الفتره الاخيره، ماذا بينا انه يتواصل، ماذا بينا انه شنو اللي يتواصل معناتها هالاصلاحات اللي ماهيش الاصلاحات المطلوبه من صندوق النقد الدولي. ال 27 اصلاح راهي ماهيش اصلاح مطلوبه من صندوق النقد الدولي. هو صندوق النقد الدولي يقول لك انت لازمك تبدا تونس قالت على نفسها جديه روحك من غير برنامج الاصلاح من غير البرنامج نتاع صندوق النقد الدولي. واذا لكن اذا كان هي ترى ما تراش جدي ترفض وما ولا يتم دعوتك الى الاجتماعات الربيع والخريف القادم. فقط نقطه للتوضيح، راهو الاسبوع القادم هو اتفاق يعني صارت وصلت تونس ما مره ما وجهولهاش الدعوه مش صحيح. اي مانيش في الوضع هذه، تعرف صندوق النقد الدولي فيه ايضا جانب سياسي مهم، الجانب الامريكي مهم، اللقاء الاسبوع اللي فارت اللي صار ما بين ما بين ما بين رئيس الحكومه وما بين القائمه بالاعمال الامريكيه في اطار هذا، لانه هذا اتفاق تقني ان شاء الله انا اعتقادي انه باش ناخلتوا الاتفاق التقني هذا، اما من بعده هو مازال متفائل انه ممكن نذهب قدما معناها لاستكمال الامور في اجتماعات الخريف. لا قلت من شهر جويلة ان الاتفاق التقني باش يصير في شهر اكتوبر، يقعد ممكن ديبات شهر نوفمبر خاطر ديما فما الشهر اللي من بعد يجتمع المكتب التنفيذي نتاع صندوق النقد الدولي اللي هو فعلا. القرار في الاخر القرار عنده هو النهائي، وهنا الجانب السياسي مهم جدا، وذلك علاش النقاشات والدبلوماسيه السياسيه نتاعنا لازمها والاقتصاديه لازمها تتحرك باش في اقرب وقت. اما المهم بالنسبه لنا انه يقع الاتفاق المبدئي، لانه الاتفاق المبدئي بقطع النظر على الاموال اللي باش تجينا من صندوق النقد الدولي هو اللي باش يخلينا الامكانيه نخرج غدوه على التمويل الثنائي. مانيش نحكي على الاسواق الدوليه، لانه بالنسبه لي انا الخروج على الاسواق الدوليه في الوقت الحالي غير مطروح، لانه على الاقل تولي فما متنفس وفما نولي نرجعوا نكونوا قبله استثمار وكل فما متنفس. مازال بكري باش نقولوا هذا، مازال بكري، خلينا نكونوا واضحين معناتها خلينا نحلموا. لا نحلموا ما نحلموا زاد انا من الدور نتاعي باش نكون زاد واقعي، انك تكون واقعي انه الاتفاق مع الصندوق الدولي لازم لازم على المدى القريب باش يمنعك. من بعد لازمنا بالحق نواصل في الجهد اللي عملناه، مش يكون فقط خاطر صندوق النقد الدولي، الجهد اللي عملناه لتحسين مناخ الاعمال، لمراجعه النظام الاقتصادي في تونس، لمراجعه الدور نتاع الدوله، مراجعه الدور نتاع القطاع الخاص، علاقتنا مراجعه بالجمله وعلاقتنا نحن كتوانسه بالعمل وبثقافه العمل وبثقافه الاداء. هذا هو المهم اللي لازم نحكيوا عليه، هذا الاهم بالفعل. معناتها خليك من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هنا وصلنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن بعد شنو باش يصير؟ بعد سنتين كان باش نلقاو روحنا في نفس النقطه نحكيو في مره اخرى في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي خابت المسعى. راهو
انا الامل نتاعي ان يكون هذا اخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نذكر راهو من 1992 اخر اتفاق، رجعنا 2013 قعدنا 20 سنه بدون برامج مع صندوق النقد الدولي. انتو نرجع لك من بعد تعطينا البدائل المقترحه واي برامج تراها، غير الكلام اللي كنت تقول فيه مهم جدا، واهم حاجه هي ثقافه العمل. تفضل عميد خليفه شيباني. ما نحكيش في الجانب الاقتصادي، لكن الاقتصادي مربوط بالسياسي. معناها اول حاجه كنت نتصور انه الوفد اللي مشى يقول لنا احنا كتوانسه خاطر احنا باش نخلصوا، معناها على شنو باش يتفاه؟ خاطر في التالي الشعب الكريم هذا هو باش يخلص، معناها 27 شنو؟ تو ثم امور من غير ما نغطيوها قعدنا نغطيو فيها، ولكن اللي طون باش نقولوه ثم قرارات مطلوبه تتطلب قرارات مؤلمه باش تصير. احنا على قدها ولا ماناش على قدها؟ 27 هذوما في اعتقادي ثم خمسه مهمين لانهم في علاقه بحياه التونسي اليومي، اللي هو الدعم، واللي هي الشركات الفالسه اللي نصرفوا عليها، واللي هي كتله الاجور. إيه هذوما عنا عليهم اجابات ولا نحسها الكل تتهرب؟ معنى هذوما ثم اجابات ولا اللي ما سمعناهمش؟ الحاجه الثانيه صندوق النقد الدولي راه حاطه طالبان غدوه تركع امورها وتشد البلاد تو يتفاوض معاه. معنى حتى الناس السياسيين اللي عندنا هنا تعبين شويه يقولوا بالله ما تعطيوش القرض ما ثماش ديمقراطيه. صندوق النقد الدولي لا علاقه له بالخيارات السياسيه، يفركس على واحد ضامن له امور، يكون ملك يكون رئيس يكون مجلس نواب يكون كذا، هو يفركس على ضمانات للفلوس اللي باش يعطيها. معناها بالتالي ربط المساله الديمقراطيه بالمساله نتاع صندوق النقد الدولي تبين على تخلف على مستوى الفهم السياسي. معناها الحاجه اللي مطلوبه اليوم احنا في تونس عندنا قرارات نورمالمون، والسيد مختص في الاقتصاد ثم حاجات ناخذوها من غير ما يقول لنا عليها صندوق النقد الدولي. ثماش بلاد في العالم عندها شركات فلسه وتصرف عليها؟ ما ثماش. كيش تكون دولة مهبولة؟ معنا احنا لتو عندنا شركات فلسين واحنا نصرف عليه كل حاجة نعملوا فيها، وسي با فري زاد راه الاتحاد اجتمعوا وعملوا، اما لا ديما يقول ان القرارات المؤلمة مانيش ماشي فيها، وهي هذيك هي تنبك الموضوع، خاطر الاتحاد تو يتكلم على ان الاجر الادنى لازم يكون مليون نهارين هذوم. معناها تقول لي انه مشى بثلاثة ونص؟ لا لا، بعد باش نجيو للصحيح اللي هو رفع الدعم، قادرين ولا مانيش قادرين؟ عندك الشركات هالمفلسة هذه وفي مقدمتها تيونيسير وغيرها وغيرها، انت وغيرها على المحروقات ورفع الحاجه الاخرى اللي حكى عليها الاستاذ، يعني الحاجه الاخرى في نفس السنه، الحاجه الاخرى على مستوى اللي حكى عليه الاستاذ، احنا الاجور اللي قاعدين نعطيو فيها فيها عداله؟ الانتاج اللي قاعدين نقدموا فيه ثم انتاج؟ ثم ثقافه عمل؟ ثم قوانين اقتصاديه في تونس ما زالت بامر علي من عام 56 موجوده لتو ويدور فيها الاقتصاد؟ احنا لازم نصلح ارواحنا، واذا كان ما نصلحوش ارواحنا وما نعاونوش ارواحنا ونقفوا احنا لارواحنا راه نجم واحد نجم حتى حد يقف. خلينا نخلف ما قال سي بودريكا، هذا هو الحكايه. ثم امور خلينا نمشيو للوجيعه طول 27 قرار شنو هما؟ معني نحسنوا الجدار هذا والجدار الاخر، مشاكل الدعم والكتلة نتاع الأجور والشركات هذه العمومية المفلسة اللي نصرف عليها، وإحنا كل مرة هذيك تمثل السيادة الوطنية. يا أخي تيونيسير خير من سويس إير، تخير من كلام، تخير من سابينا، تلاها الوطنية جات شركة مفلسة هذه، شوف لها حل، شوف لها حل. المجموعة الوطنية هذي تو قداش تونس يا مقسم، وأحيانا تولي تمس حتى من صورة بلاد كاملة ومن وجهة كاملة. أنا ثم حكاية والدعم زاد هذا اللي ملاو به كروش الطبقات الفقيرة بالفارق، تي ماشي لهم وتو تي ماهوش ماشي لهم. هو مش ماشي لهم، تخلينا نمشيو احنا الموضوع. انا في اعتقادي ومانيش اقتصادي، ثم مواضيع رانا عالجناها وحدنا، ثم ديزانوما لي في الاقتصاد التونسي هذه موجوده كدوله راهي وقفت عليه. اما اعطيني انت ايش عملت في القضايا الكبرى اللي هي تاريخيه، انا كي خذينا قرارات صارت فيها قلاقل اجتماعيه في 26 جا في 78 وفي حوادث الخبز نتاع 84، وين ما تتحرك في الامور نتاع الدعم الا والامور كذا، واحنا تو زاد في ظرف راهو شبيه بالظروف هذيك. معناها باش نبداو متفاهمين، يا يعني نمشيو ونقولوا في اطار ما نحبهاش كلمة الحوار الوطني، في إطار قرار وطني جامع كامل هالمواضيع الكبرى اللي طالبنا بها صندوق النقد الدولي، وأنا في اعتقادي أولوية باش احنا نطرحوها على الأرواح، خاطر ولات لنا عبء في البلاد وكل حكومة تطيش فيها الأخرى، وإلا سينو بعد باش نرجعوا باش يقولوا لهم نفس الحكاية، خاطر أنت هزي اليوم قطوس في شكار. أنا كمواطن تونسي اللي أنا باش نخلص، منين باش نخلص ولا الشعب الكريم؟ قول لي ايش هزيت أنت علاش باش تفاوض معنا؟ سي خالد عبيد ومن بعد نعطي الكلمة للوفاء ونخلي الكلمة لسي بودريكا باش يتفاعل على كل التدخلات. أنا التدخل الأخير بتاع سي بودريكا موافق عليه تماما، وهذاك وجهة نظري أيضا. السبق لأني قلت أنه إذا كان العشرية اللي تعدت قبل كانت عشرية هو أنه السياسي هو الذي يؤثر على الاقتصادي. الاقتصادي هو نعرف أنه كان الاقتصاد كان نوعا ما فيه العديد من المشاكل والأزمات، لكن اللي كان يأثر أكثر في العشية الفارطة هو السياسي.
اللي يخلي عدم الاستقرار السياسي، عدم الاستقرار الحكومي، عدم وجود مخططات حقيقية يعني تمشي من اليوم الغدوة، معناها تتصرف من اليوم الغدوة، إلى درجة أنه حدث كما حكيت أنت تاع 2018 وسي بودريكا كيفاش معناها تم التلاعب بالأرقام وغيرها من أجل تمويه على صندوق النقد الدولي. احنا العشية اللي عايشينها توا هو الذي سيحدد، هو الاقتصاد، الاقتصاد هو الذي سيحدد الحياة السياسية والمشهد السياسي والوجود السياسي في تونس في نظري. لأن الذي الآن اللي يقلق برشا هو أنه الوضع الاقتصادي المتأزم جدا في تونس وانعكاساته وارتتاتاته اجتماعيا ومعاشيا. الشعب التونسي هو شعب نعرف أنه ينجم يتحمل، لكن التحمل عنده مستوى من التحمل. والشعب التونسي هو وصل الآن إلى الأخير، معناها في الأخر ما عادش ليست لديه قدرة على التحمل. الظنك المعيشي والحياة اللي قاعد يعيش فيها توا اللي تخليه عاجز عن توفير اليومي البسيط ليه ولعائلته هو اللي يخليه أنه بطريقة أو بأخرى يحاول ياخو موقف. لو نشوف يعني اليوم طوابير السيارات أمام محطات البنزين، أنت ترى في طوابير السيارات، لكن أني رأى في طوابير أخرى بتاع الناس اللي ما عندهم السيارات اللي هم جيعانين في المساء وفي النهار، اللي موش قادر يوفر حتى شوية خبز صغار، اللي موش قادر يوفر يوفر الدواء لأحد أفراد عائلته. هذوما الناس التوانسة هذوما اللي شنو ذنبهم باش خلت تونس تصل إلى هذه الدرجة. أنا اعتقادي راهو الحل، احنا تعودنا في تونس انه دائما نعتقد انه الحل ياتي من الخارج او ياتي حتى من هنا، تقعد تستنى هات الدولة تعمل حل، عندي مشكلة الدولة باش تحلها لي. اذا في تونس احنا عندنا مشكلة تعاونونا من برا، احنا يلزمنا نمنو انه الحل بايدينا قبل ان يكون بيد صندوق النقد الدولي. كما تحدثت تو هو صندوق النقد الدولي المساعده اللي باش يعطيها تونس او القرض هي معناها لا تساوي شيء امام العجز الكبير او ضروره توفير حوالي 25 مليار دينار تونسي تقريبا في الميزانيه هذه. اقل نقول احنا مازال عندنا ثغره كبيره في 22 ميزانيه 2022 وقادمين على ميزانيه 2023 اللي المفروض يبداوا يحضروا لها. ما تكلموش على العجز تاع السنوات السابقه وما تكلموش على العجز في الميزان التجاري اللي هو كبير هذه السنة. يعني اثنين نقول احنا 23 مليار دينار او 22 مليار دينار، شنو المليار زوز مليار دوات زوز مليار دينار اللي باش يعطيها لنا صندوق النقد الدولي ولا 4 مليار دينار امام هذا العجز هم الكبير. هم يقولوا ما بين 10% و15% ايه؟ من اللي ايه؟ احنا لكن هل ستكون هذه جرعه امل؟ لا اعتقد معنا. ذلك لاننا عندنا عقلية ماهيش على دفعه واحده، معناتها على دفعات. احنا على الدفعات. المشكله انه يلزمنا نمنوا انه الحل كيما توا خاطر ثم اعتقاد انه صندوق النقد الدولي باش يعطينا طرت الفلوس هي الكل حلول الكل باش تتحل ومشاكلنا باش توفى. لا احنا يلزمنا نبنوا بانفسنا، نمنوا بقدراتنا، نمنوا باننا قادرين باش نخرجوا من هذا النفق اللي احنا وضعنا انفسنا فيه. هذه من بعد يعطينا يترجمها هذا خاطر كلام شاعر من بعد يترجمها. لا هو لا مش كلام شاعر. نمنوا اي كيفاش باش نرجعوا الى خطاب اقتصادي بعد. لا او باش نمنوا توصي بودريك طب بعد شويه متاكد انه باش يوافقني فيه. وقت يكون هناك ناس ومسؤولين والدوله قادرين باش يحلموا، هناك حلم جماعي. هذا الحلم الجماعي يقع تكريس على الأرض الواقع، وهو حلم بناء إعادة بناء هذه المجموعة، إعادة بناء هذه الدولة. خالد عبيد كلام جميل، كلام لا معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه قد ست ليلى مراد. يتطلب أن يقوم به. وفاء بن محمد أكيد كيف ما قلنا ثغرة كبيرة ما زالت في ميزانية 2022 وميزانية 2023 من أين؟ مش عارفين. وخاصة نتحدث على النقاط اللي ما زالت ما أتمتش تعهداتها بها الحكومة وتعهدت بها في ملفها اللي رفعته وتناقش وتفاوض على أساسه مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يعني النقاط اللي تحدث عليها وعرج عليها اللي فيها الكثير من القرارات الموجهة. هذا هو، هناك تعتيم كبير حول الإصلاحات والملف الذي حمله الوفد الحكومي، وكل ما تخرج معلومة يقول لك لا إشاعة ونلجأ للتكذيب سواء من الاتحاد
سواء من الحكومة. صحيح، نتفهم معناتها التعتيم هذا، ولو انه احنا كصحفيين الحقيقه واجهنا مشاكل كبيره نظرا لعدم نفذ يعني المعلومه تكاد تكون معناتها الواحد يجبد فيها من نعمه من العظم. على كل نتفهموا هذايا التعتيم هذا على اساس على مسار التفاوض باش ما يشنجش ويشوشش على مسار التفاوض، متفقين فيه. لكن الثابت اللي النقاط الاربعه موجودين، اللي تخص التفويت اذا كان هي الكلمه يخافوا منها التوانسة برشا، لكن التفويت وخوصصة ودخول كما نقول معناتها شركاء استراتيجيين في المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية على غرار تونيسير، على غرار الفولاذ، وهو والمؤسسات والمنشآت هي 104 تقريبا كلها تعاني من مشاكل وصعوبات مالية لسنوات، وعجزت الحكومات المتعاقبة الكل على حلها وإيجاد حلول لها. هذا شيء معناتها ثابت. المشكلة الأخرى ولا الملف الآخر وهو الأخطر هو الدعم، منظومة الدعم نعرف اللي هي لازم تتحل. احنا كنا كصحفيين وكتوانسة وكخبراء وكل شيء نعرف اللي لازمها تتحل. إلى متى إذا باش تبقى الدعم يمشي للتوريست، يمشي للعباد الغنية، يمشي للعباد، هذا متأكدين منه، لكن كيفاش؟ خاطر فما مرة مسح معناتها أسري ما تمش في 2016، معناتها أجهض وما نعرفش كيفاش فشل. ولا احنا نمشيو للفشل خاطر صرفت فيه أموال برشا ومن الجهات المانحة الأجنبية، ولم يتم حتى الوصول إلى الخطوات الأولى منه. هذا المسح إلهي، نتمنى نعرف كل هذه الأموال التي منحت بالفعل لتونس لدعم وتوطيد هذا الانتقال الديمقراطي. بالفعل بالفعل مشكلة كبيرة، على خاطر هذا تبقى نقطة استفهام كبرى، نقطة استفهام برشا، خاطر هم يمشوا فيه وتحس روحك اللي بالحق فما معناه مشاريع باش معناتها باش تحل المشاكل نتاع الدعم خاصة. والملف هذايا راهو يكتسي أهمية وحساسية بالغة، على خاطر هو معناتها مكسب اجتماعي يعود إلى الثمانينات، معناتها مشكلة أنك أنت تجي للتونسي وتقول راني باش نمسك في الدعم من غير ما يفهم، أكيد باش يتشنج وباش يضرب السلم الاجتماعي، هذايا معناها حاجة مفروغة منها. وللأسف حتى في وقت اللي الدعم يعني لم ينقطع، لكن جاتنا في فترات عملنا الخمسة والستة يعني بالمية نسب النمو وأكثر حتى وصلنا للأسف، لكن حتى فما ديناميكية اقتصادية، فما التزام، فماش فوضى، ما فماش عرق وتسيب وتكبيل لوسائل الإنتاج. هذه هي المشكلة. الملف الآخر مواصلة إنصاف، الملف الآخر زاد اللي هو مهم برشا للتوانسة اللي هو توقف الوظيفة العمومية، الانتدابات في الوظيفة العمومية لسنوات مش حتى لسنة، مش أمر ظرفي، معناه ينجم كما المساهمة الظرفية احنا على اساس اللي هي ظرفيه توا هنا نمشيو بها، معناتها مساله الظرفيه التونسي عنده حساسيه من حكايه ظرفيه، يعني انه ولا هذه هي مشكله كبيره، انك توقف الانتدابات والعباد معناها حاملي شهادات وكل توانسه توقف الانتدابات في الوظيفه العموميه اللي تعتبر معناها مكسب ما يمنوش بالقطاع الخاص اللي غالب التوانسه، رغم اللي هو القطاع الخاص معناها مهم برشا وينجم يعمل التكافؤ والتوازن في الاقتصاد. للاسف سي بودريكا، ونحب خاطر انا نضم صوتي صوت خالد عبيد في التطلع لديناميكية اقتصادية نعيشوها، أحيانا تقابل مسؤولين في منظمات دولية كبرى ويقول لك نحن مخصصين مخصصات سواء في الفلاحة سواء في العديد من القطاعات، مخصصات لدعم مشاريع وبرامج وخاصة حتى لدعم مشاريع متاع شباب معناها دي ستارتاب، ويقول لك احنا ما قينا مع شكون نتفاوضوا والاموال راهي محطوطه على ذمتكم وسنسحبها، سنضطر لسحبها. هذا قاعد يصير راهو مش في الفلاحه بركه، مش مانيش قاعده نتكلم من فراغ، معناها اي مسؤول يحب معناها يسالني نجم نجاوب. عندنا بعض الارقام، معناتها في ابريل 2021 تقريبا كان عندنا 50% من البرامج والاموال المخصصه لتونس اللي وقع الصرف نتاعها وتنفيذ المشاريع المرتبطه 50%، مش 50% معناتها 10% ولا 20%، يعني اشتر الاتفاقات نتاعك ما نفذتهاش. السؤال الاساسي والمهم، علاش تونس غير قادره على تنفيذ الاصلاحات، غير قادره على تنفيذ البرامج، غير قادرين على تنفيذ المشاريع العموميه؟ وهذا راهو خارج في عديدة تقارير، هما تقرير نتاع الأمم المتحدة لسنة 2019 اللي أعطاه شنية أهم المخاطر الكبرى لتونس، وأول خطر حتو أول مشكل كبير في تونس هو عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات وتنفيذ البرامج. السؤال الحقيقي علاش تونس غير قادرة
وحتى بعد هذه السنة اللي هو لقلنا كانت بلاد تمشي بنظام عمودي اللي هو كانت فيها السلطة مملوكة بطريقة مركزية وهي عندها الفكر الصحيح وعندها البرامج الصحيحة وتنفذها وتنزلها وعندها مستشارين وعندها رؤية وعندها الإدارة مخططات كل شيء كانت على المستوى السياسي كان سياسة عمودية نظام سياسي عمودي على مستوى الإدارة يقابلها إدارة عمودية اللي اعطت في بعض المراحل في تاريخ تونس اعطت صلاحيات للقطاع الخاص باش يدخل للمنظومة متاع الانتاج في سنة 70 وفي سنة 90 بعد 2011 شنو اللي صار؟ انهار النظام السياسي السنوات هذوما اللي كان فيهم متنفس الاقتصاد التونسي اللي كان فيهم زوز فترات ديما تلقى ديما نعملوا فتره نتاع 5-6 سنوات نتاع نسبه نمو 6-7-5% ومن بعد نخلقوا الثروه وما نوزعوهاش ما نعرفوش نوزعوها يعملنا اشكال اجتماعي يعملنا اشكال سياسي يزير تصير ازمه سياسيه في صارت في سنوات وقت التعاضد صارت في سنوات 70 وصارت في سنوات 90 عملنا كيف 6 و7 سنوات مستوى كبير متاع النمو ومن بعد ما عرفناش علاش خاطر المنوال الاقتصادي بطبيعته في اي بلاد في اي نظام في فتره من الفترات يمشي يشتغل يكون ناجح ومن بعد يقف اذا كان ما تعرفش تجده ما ينجحش. شنو اللي صار 2011؟ تبدل النظام السياسي واصبح نظام تشاركي والناس كل لازمها تعبر والناس كل لازمها تشارك وجاء معها نوعا ما من الانفلات خاطر ما كانش عندنا الثقافه اللازمه باش ننتقل الى نظام ديمقراطي اللي يقتضي برشا انضباط وبرشا التزام. ما غيرناش الإدارة قاعدة إدارة عمودية أنه كل شيء النظام وطريقة التعامل تكون عمودية هذه أعطانا راه مناعة في بعض الفترات لأنه في بعض الفترات كان حاجتنا بإدارة مركزية قوية اللي هي وقفت التونس والموظفين العموميين في تونس. من بعد شنو اللي صار؟ اشكاليات نتاع حوكمه نتاع رشوه نتاع فساد احيانا يتم ابعاد الكفاءات وعدم استقرار سياسي الخلط ما بين السياسي وما بين الاداري اللي صار في الفتره هذه الكل فالفوضى هذه خلت الاداره اليوم غير ناجعه مش على خاطر ما عندهمش الامكانيات وعندهم الكفاءات اليوم هذا هو الوضع نحب البدائل انا خلينا نكون ايش اقول لك البدائل اليوم كيفاش السؤال المهم للمستقبل كيفاش نرجع 5-6% كيفاش تونس ترجع تخلق الثروة بطريقة اللي تخلي وما نخسروهاش معناتها نخلقوا ثروة ومن بعد نجموا نستحفظوا عليها خاطر مش الفايدة انك تخلقها ومن بعد ما نوزعهاش بالكدا وتواصل فيها وتوزعها بالكدا. شنو هو كيفاش باش نخلق ثروة اليوم؟ النظام الاقتصادي تونس بني على زوز أطراف مهمين القطاع العام والقطاع الخاص لمدة سنوات. القطاع العام نجح وفشل، القطاع الخاص نجح وفشل. مش التصرف العمومي هو خايب ولا به ولا التصرف الخاص هو خايب ولا به، فما أطر فما أوقات التصرف الخاص يكون به والتصرف العمومي يكون به في أوقات أخرى. هل العلاقة الجدلية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص خسرناها اليوم؟ هذا مش قايم دوره بالبدايه وهذا مش قايم دوره بالقدام. كيفاش ترى الحل اليوم في الوسط؟ انا الحل ممكن حكيت عليه قبل العلاقه الجدليه ديالي ما عنديش الحل النهائي، ما عندي ممكن بعض الافكار اللي تنجم تخلي شنو الحلول مثلا الأخرى. الحل الاولاني انك تكبر في القاعده نتاع الناس اللي شاركوا في خلق الثروه. كيفاش نكبر في القاعده؟ معناتها ما عادش القطاع الخاص التاريخي واللي عنده قام بدور كبير في الاقتصاد والقطاع العام نحل الباب الى اليوم المؤسسات الصغرى، المؤسسات الناشئه، المؤسسات المجده، وايضا القطاع التضامن الاجتماعي. معناها تقعد على حكر على اسماء معينه على عائلات معينه على خلق الثروه يلزم يتوسع. لازم القطاع الخاص يكون بمراجعات كبيره هو في الدور نتاعو، الدور نتاعو مش فقط دور ربح، الدور نتاعو ايضا دور يساهم في التنمية الاجتماعية متاع البلد، والتنمية الاجتماعية مش تجي فقط بالبرامج متاع المسؤولية المجتمعية، أيضا وقت القطاع الخاص يستثمر في المؤسسات التربوية، أيضا وقت القطاع الخاص يستثمر في التجديد، وقت القطاع الخاص يستثمر في أنه الكفاءات متاعنا نخليها في تونس ونشوف شنو اللي نعمل لها. ما تقبلوش بأطالبك إذا ما تنجمش البلاد تتطور من غير كفاءات متاعها. اللي باش يطور البلاد باش يعمل التجديد اليوم معركة كبيرة في العالم فعلا. على مستوى التجديد والبحث، هذا منين باش تعمل؟ القطاع الخاص لازم يساهم، ما قامش به دور هذا القطاع الخاص. قام بدور وطني آخر في التشغيل والانفتاح على الأسواق الدولية، هذا لازم اليوم يصير. الشيء الآخر هو إعادة تحديث الإدارة وقلب طريقة عمل الإدارة. اليوم كي نحكيه على كتلة الأجور راهو
لازم تعرفوا أن الأجور في الوظيفة العمومية أجور يعني فلكلورية، معناتها المستوى نتاعها ما يخليش الناس تشتغل بطريقة أريحية، ما يخليش على قد فلوس. إيه من أضعف الأجور مش في المنطقة فقط بالحلمة. الحلمة مهمة، الحلمة مهمة لتونس، حلمة كبيرة تونس عبر التاريخ نتاعها كانت دولة مجدة، وكان الدولة ديما نلقاو شنو الحلول في أحلك الفترات نتاعنا. تبقى الحلم لازم إمكانيات ولازم أدوات، الأدوات لازم تبقى. شكرا لك سي عبد القادر بودريكا كيف أكاديمي ورئيس حلقة الماليين التونسيين، وفاء بن محمد صحفية مختصة في الشأن الاقتصادي، سي خالد عبيد وسي خليفة الشيباني. مشاهدينا الكرام شكرا لكم، نتلقاو غدا في نفس التوقيت بإذن الله من السادسة للثامنة.